خبر بيقول السيسي يتفقد مقر قياده الدوله الاستراتيجي بالعاصمه الاداريه الجديده عايز اقول ان انا فخور ان انا مصري فخور ان انا من البلد دي فخور باللي بيتعمل في العاصمه الاداريه الجديده الرئيس امبارح بيتفقد يعني مقر قياده الدوله الاستراتيجي واول امبارح برده كان في العاصمه الاداريه بيتفقد مدينه الالعاب الاولمبيه في العاصمه الاداريه انا بشوف حاجه عظيمه جدا انا بشوف ان اللي بيحصل على ارض مصر ده بمثابه معجزه انا بشوف ان اللي بيحصل ده امر غير عادي وامر غير معتاد في الدوله المصريه احنا مش بنبني مدينه جديده احنا بنبني بلد جديده مساحه العاصمه الاداريه في مصر اكبر من عدد دول كتير جدا انت بتسمع عنها وبتسمع اخبارها كل يوم مساحه العاصمه الاداريه دي اكبر من مساحه الدول اللي اللي البعض بيتكلم عنها ف احنا اللي بيحصل على ارض مصر ده ما حصلش قبل كده، احنا يمكن مننا ما يعرفش يعني ايه مقر الدوله الاستراتيجي، ايه مدينه الالعاب الرياضيه دي، احنا كنا نعرف ان العاصمه الاداريه دي يا باشا هي مجموعه كومباوندات على شويه عمارات على مش عارف الطريق النهر الاخضر ومش عارف ايه هي دي العاصمه الاداريه لا العاصمة الإدارية دي مش مدينة جديدة ما تقدرش تحسبها أن هي مدينة جديدة هي عاصمة بالفعل إدارية يعني عاصمة جديدة ودي حاجة عظيمة جدا أنا بشوف, بشوف كمان المجهود اللي بيبذل من الناس هناك من العمال هناك مجهود جبار لما تلاقي القرية الأولمبية دي أو المدينة الأولمبية بيشتغل فيها عشرين ألف بني آدم كل يوم أنت عارف يعني إيه عشرين ألف بني آدم كل يوم رايح عشان يركب الصامولة اللي هنا وده يبني وده يشتغل في الأسمنت وده يجيب الطوب وده يعمل وده ي... حاجة عظيمة جدا بشوف اهتمام الرئيس بالعاصمة الإدارية الجديدة أنا متهيألي لو واحد صاحب شركة مش هيهتم بشركته بهذا الأمر إنه هو يروح المواقع كل يوم يعني شفت الرئيس امبارح وشفت الرئيس أول امبارح في العاصمة الإدارية اهتمام غير عادي اهتمام غير مسبوغ بتسليم كل المشروعات في موعدها وما فيش حاجه اسمها اصل المشروع ده يا باشا قطاع خاص فيتسلم براحته، والمشروع ده تبع الدوله فلازم يتسلم كل المشروعات، كل كل مستثمر واخد قطعه ارض في العاصمه الاداريه الجديده عاملها مول بقى، عاملها كومباوند، عاملها عمارتين، عاملها اي حاجه كله بيتسلم في المواعيد، انا بشوف ان مصر بتعمل شيء عظيم جدا 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 هيكتب عنه التاريخ في المستقبل بشكل كويس.